بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ان شاء الله راح نشارككم معلومه جد مهمه تقدر تجنبك مشاكل ولا تكاليف كبار في المحرك. كنا حكينا عليها في فيديو سابق، يعني كاينه استراتيجي سيكوريتي، يعني ديرها الكالكولاتور موتور، يعني كي ديتكتي ان بروبليم في لا ديستريبيسيون. كيما الزبون هذا جا مسكين كدا طاح اون بان هنا سور الجي، يعني كان داها عند زميل وعاود جابها لنا، قلنا له جيبها سور بلاص ما تجيبها في الديباناج ما تنسيش تطبعها. يعني المشكل تاع النص ديمارو، يعني كيضرب نص ديمارو صافي يدير هنا الكالكولاتور موتور ديتكت ان بروبليم في لا ديستريبيسيون، سواء ديكالاج يعني كروا كوبي ولا بروبليم في الفلاسيب ولا كابتر ريجيم او بيان في الكابتر اربراكا. ومن كنا حكينا عليه في فيديو سابق وقلنا الحل كان في الكابتر اربراكا، كان في لافيش تاعو كان ديكونيكتي. لكن الحاله تاع اليوم يعني الحل مغاير، لقينا مشكل في الفلاسيب كما نشوفوا هنايا لاسيب تاع كابتور ريجيم موتور. الزبون هذا كان عنده 20 ملم بدل لا ديستريبيسيون، ممكن تبليسات في المومون دو مونتاج. كيما لي بليسور سي لو كوتي هذا ما كاش مشكل، يعني نوض بها المحرك، لكن هاد لا بليسور لي في الوسط هنا راه يعني ما حتى السينيال ما راحش يترومونتا الكالكولاتور موتور. دونك هنا راح يدي الكالكولاتور موتور راح يدي استراتيجي دو سيكوريتي، يعني ما يخليكش الموتور يدور دوره كومبلي، يضرب نص ديماراج كوبي ديماراج هنا باش يجنبك يعني المشاكل. كيما نشوفو هنا لابولي هاي لي، يعني هادي ما تطبع فرصة وعم تطبع حبو ينوضو، عم بتكون مشكل في الديمارة. دونك من المعلومة هادي إن شاء الله الميكانيكي يعني راح يعني راح يربح وقت في الدياغنوستيك، وراح ديريكتومون يعني لابال. والزبون يعني حتى راح تجنبو مشاكل كبار في المحرك. بارك الله فيكم.